يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. عم نطل عليكم لنترافق ساعتين من الهواء المباشر فيها كل المواضيع اللي ان شاء الله تنال اعجابكم. يسعد صباحك يا آية. يسعد صباحك ورد وصباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. يمكن كلياتنا اوقات بنوصل لاخر النهار بنحس حالنا ما انجزنا شيء من اللي حاطينه ببالنا، بنحس حالنا انه شو هالنهار مرق وكانه ما عملنا شيء، فلو بنرجع لاول النهار بنتذكر انه نحن ما عرفنا نرتب صباحنا صح، ما عرفنا انه ننظم امورنا بقلب نهارنا صح، ويمكن هذا ورد اللي بخلينا نحس انه ضعنا وضع النهار على الفاضي، مجرد انه ما في تنظيم للوقت او للامور اللي بدنا نعملها. تماما، في كثير ناس بخططوا قبل بيوم ثاني يوم شو بدهم يعملوا. تماماً. في ناس من اول ما يفيقوا بيقولوا اول ربع ساعه من حياتنا هي اللي بتحدد نهارنا كيف رح يكون. صحيح. إن كان فيه إنجاز وإن كان ما فيه إنجاز. على كل حال خلونا نستمتع بالجمال يلي رب العالمين منحنا يا حوالينا، نتلمس فيه هيك شغلات فيها تفاؤل ونفتح نوافذ الأمل كل يوم الصبح. على وعسى يا رب الإنجازات ترافق دربنا ودروبكم. وطبعاً ومثل كل حلقة من حلقاتنا لكثير من المواضيع والتقارير رح نطرحها لليوم. شو أبرز عناوين حلقتنا؟ رح نعرف مع بعض. نوفمبر شهر الوقوع في الحب، فلماذا؟ موضة الحقائب وكيفية تنسيقها مع الملابس. فاكهة الخرمة، فوائد مذهلة ومفيدة للصحة. سكري الأطفال ومضخات الأنسولين ومتى نستخدمهم. الشرقيات والنقش على النحاس بين جمال الفن واندثاره. كيف يقسم الرجل والمرأة مسؤوليات المنزل بتوازن؟ يعني حلوين كتير عناويننا مع ضيوفنا وأيضاً أكيد. التقارير فيها هيك من كل حدب وصوب، وبكل صباح بيقدم لنا العالم العديد من الأخبار والأحداث، ومع كل صباح بنختار أبرز هاي الأخبار. رح تبلش آية بأول كم خبر. تماماً، اليوم ورد رح نتعرف على شاب بيملك أكبر معارض الخزف ومنتجاته بالعالم بمصر، ورح نروح للعراق لحتى نتعرف مع بعض على أول مقهى خاص للنساء. تماماً، هلأ طالما نحن بنوفمبر سويت نوفمبر هيك بيقولوله، في أولمبياد اللحية والشوارب يلي بيجمع الرجال من حول العالم بألمانيا، هاي العناوين، أما التفاصيل بهالتقرير. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من مصر. شاب هو وعمره 9 سنين عنده حب كبير للفن، محمود يوسف كان يلفت نظر شغل سيدة سويسرية بمادة الخزف، فتعلم عندها وأتقن هالمهنة لصار صاحب أكبر معارض الخزف ومنتجاته بالعالم.
فحننتقل للعراق بمدينة سامراء. تم افتتاح مقهى خاص للنساء فقط بتوفر فيه كل شيء ممكن تحبه وتطلبه أي سيدة بعد تسوق طويل أو مشوار مع الأصدقاء. وبجولتنا الأخيرة حتكون من ألمانيا. اجتمع نحو 100 رجل بيحملوا لحية وشوارب من جميع أنحاء العالم للمشاركة بأولمبياد اللحية الألمانية للشعر الوجه، وتمكن الرجال من إظهار شعيرات الوجه بطرق مختلفة بدون استخدام أي منتجات للتصفيف. وأكيد هلأ صار وقت نتعرف مع بعض. الشيف تهامة، شو محضرت لنا طبق لليوم؟ نحن بنعرف طبق كتير طيب يا جماعة. صباح الخير شيف. صباح النور يا صباح الخير يا شيف. صباح النور يا ورد. الله يخلي لنا ياكي على طول، أنت وطبخاتك وأكلاتك الطيبين. الله يخلي لي كل ياكم. شو عاملة اليوم؟ اليوم عاملت لكم يعني أكثر أكلة تطلب بأي مطعم، اللي هي شيش بالفخارة مع شوربة كريمة الفطر. بس بقول لك شيء، مو بأي مطعم كمان بتجي مثل ما نحن عن جد بدنا ومثل ما نحن حابين. أنا بصراحة كنت عم أقول له لورد إنه أنا بتحدى فيها مطعم 5 نجوم شوربة كريمة الفطر. خلص لكان بيتوتية حتطلع وطيبة كتير. بس سؤال، في إلها هاي الخبزة اللي فوقها؟ لا، هديك للبصل يا ورد. أوكي أوكي. أنا بحب العجين اللي بيجي فوقها بغطوها فوقها بالنهاية. هلا الأسبوع الجاي بدي أعمل لك. يلا وافقنا، رح نشوف من بعد شوي كيف ممكن تنعمل هالأطباق. يعطيك ألف عافية يا شيف. الله يعافيك يا ورد. شكراً. أوكي، كون عم نحكي على الأكل فلازم نحكي عن الخرمة، يلي هي أحد أنواع الفواكه اللذيذة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم. فشو هي فوائدها لصحتنا؟ خلونا نعرف بهالتقرير. الخرمة هي أحد أنواع الفواكه اللذيذة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة. تختلف أنواعها حسب بلدها الأصلي، يابانية، أمريكية، هندية وسوداء. أيضاً تستخدم للوقاية من عدة أمراض. طعمها لذيذ، فهي مقبولة حتى عند الأطفال، وبسبب عدم انتشارها بكل بلدان العالم كثير ناس ما بتعرف فوائدها. تحسين صحة الدماغ. للخرمة فوائد عديدة على صحة الدماغ، منها تقوية الذاكرة، حماية الأعصاب من الإصابة ببعض أنواع الخلل الوظيفي، وتخفيف حدة الاكتئاب. تحسين صحة القلب، خفض مستويات الكوليسترول السيء بالجسم، خفض مستويات ضغط الدم، وخفض فرص الإصابة ببعض أمراض القلب والشرايين. تحسين صحة الجهاز الهضمي، لأنها بتحتوي على الألياف الغذائية العالية يلي بتساهم بصحة الجهاز الهضمي وتحسين نسبة البكتيريا الجيدة الموجودة بالمعدة. خسارة الوزن الزائد، منع تراكم الدهون الضارة بمنطقة البطن وتقليل نسبة الدهون الكلية بالجسم، وأيضاً لأنها بتحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية بتساعد على كبح الشهية وتقليل الشعور بالجوع. مفيدة للبشرة وصحة الجلد، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الضروري لصحة الجلد، وأيضاً بتساعد بحماية الجلد من أشعة الشمس، وبتمنع علامات التقدم بالعمر وظهور التجاعيد والتصبغات، وبتقلل من فرص الإصابة بسرطانات الجلد بسبب احتوائها على كمية عالية من مضادات الأكسدة. وأخيراً للخرمة فوائد عديدة تانية، مثل تخفيف الشعور بالإجهاد والكسل والشد العضلي وتنميل الأصابع، وخصوصاً عند مرضى السكري والصداع، وبتمنع تساقط الشعر. رح نبدأ معكم مشاهدينا أول فقراتنا. دائماً بنسمع نصائح وتوجيهات بخصوص المرأة العاملة، كيف بدها تنسق وقتها بين الشغل خارج المنزل ومهامها ومسؤولياتها داخل البيت. لكن يمكن ما خطر لنا نعرف الطريقة يلي بيقدر فيها الرجل
ايضا ينظم حياته بين مسؤولياته المهنيه ومسؤولياته بالمنزل. عن جد دائما هيك الضغط بيجي على المراه بهي الامور اكثر بكثير من الرجل وبننساه كانه هو يعني عادي. هلا اليوم رح تتذكروا. رح نتذكره كثير طبعا. يعني يا ترى هدول الزوجين كيف عم يقدروا يسيطروا خلينا نقول على حياتهم الخاصه بدون ما يكون في نوع من الظلم او الحمل الزائد اللي بيكون على الطرف الاخر؟ محاور كثيره رح نتناقش فيها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الاستاذه غدران نجم الاختصاصيه الاجتماعيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذه. يعني بدايه ليش على طول فعلا مثل ما قالت آية نحن منقول المرأة العاملة كيف بدها تنسق وقتها خارج المنزل وداخل المنزل؟ ليش مننسى أيضا الرجل اللي عم يشتغل إنه له مسؤوليات داخل المنزل له علاقة المجتمع؟ هلا طبعا اكيد، بس هو غالبا لانه مجتمعيا نحن ربينا على انه الرجل دائما دوره خارج المنزل والمراه هي الموجوده بالمنزل بتقوم بالاعباء جميعا بما فيها تربيه الاولاد وتنسيق الامور الخاصه بمواعيدهم بدراستهم بالمناسبات الاجتماعيه العلاقات اللقاءات، هي القصص كلها بتكون اختصاصها يعني كما يقال مزاحا وزاره الداخليه، وهو دائما اللي بيستلم الشيء الخارجي اللي له علاقه بالاعباء الماديه بالدرجه الاولى، فطبيعي التوجه بيكون باتجاه المراه. هي على فكرة قادرة لأنها بطبيعتها خلقياً أنه هي تقدر بالإضافة للهم الموجود عندها بيولوجياً سواء حمله وإرضاع واللي بيسبقه واللي بيلحقه من هاي المعامل المرهقة، هي أيضاً قادرة على أنه هي تشتغل بمجال العمل وتحقق نجاح. فيمكن عملوا دراسات بما يخص هذا الموضوع ليعرفوا وين السر. تماما. يعني يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء قد ايه دائما صعب الواحد يجمع بين شغلتين، يعني سواء حدا لسه ما له متزوجه او شيء وعم تجمع بين شغلها ودراستها، واذا رحنا شوي للمراه اللي هي متزوجه وعندها عائله واولاد والى اخره، انه تجمع بين دراسه والبيت بين شغل والبيت دائما الموضوع صعب. فموضوع انه هي تحقق هذا التوازن والرجل ايضا بنفس الوقت يحقق هذا التوازن، قد ايه ممكن ينعكس بشكل ايجابي على حياتهم ككل؟ تنظيم المهام، إدارة الوقت، إذا فينا نقول نحدد قد في عنا مسؤوليات شو الأهم وشو المهم، هي مهارة حقيقة ما فيها فرق بين رجل أو مرأة، يعني هي بحاجة للاثنين تكون موجودة عندهم، وهي أشياء فردية، في أشخاص بتكون موجودة عندهم إياها ملكة، يعني هن قادرين على إنه يقدروا الوقت اللي بيلزمهم لكل مهمة، فبالتالي هن ما بينعجقوا ما بينضغطوا، في أشخاص بحاجة للتدرب على هي المهارة، قطعاً الشخص اللي عنده قدرة على تنظيم مهامه، على إدارة وقته، على إدارة ذاته، إذا فينا نقول وهي علمياً هيك اسمها إدارة الذات، هو شخص بيكون بحياة إيجابية ومرتاح، الضغوطات بالنسبة له خفيفة. صحيح. فكرة إنه هو كيف يدير نفسه هي فكرة مانا بسيطة أبداً ومانا شيء متعارف عليه، يمكن نحن عادة لما بننعجق بشي تقرير بشي مقابلة بشي لقاء إنه فجأة بنطلع بنلاقي خمس مهام بنفس الوقت إنه الواحد بدوج بينضغط ما بيقدر، الأشخاص اللي عندهم هي المهارة مهارة إدارة الوقت إدارة المهام وتنظيمها وإدارة نفسهم هن أشخاص ناجحين بالضرورة. تماماً، هدول اللي بيقولوا إنه بيشتغل تحت الضغط بيبدع كمان. طيب نحن ما بدنا نقول لحدا انت مهامك كذا وكذا بمنزلك، كل حدا كل رجل صراحة يعني ترفع له القبعة ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم، ولكن خلونا نذكر أنفسنا والمشاهدين بالمهام الملقاة على عاتق الرجل بالمنزل. هلا اكيد الرجل هو سند وعون في الاسره، يعني هو الشخص المسؤول مثل ما متعارف عليه، يعني الاجابه لازم تكون شوي واقعيه، فهي خليط ما بين العلمي والدراسه والواقع والشيء اللي نحن بنشوفه بحياتنا، هو مسؤول عن الاعباء الماديه بالدرجه الاولى، يعني هو الشخص يلي بيامن المسكن، الملبس، الاشياء الخاصه لزوجته ولعائلته، هو الشخص يلي بيعطي الامان، يعني وجود الرجل في المراه عفوا في الاسره هو اللي بيعطي الامان لهي الاسره، قادر على انه يدير هي الاسره، هو إذا فينا نقول ربان هذا القارب. الأشياء الأساسية، الأزمات الأساسية هو اللي بيقوم بحلها. كل ما يخص القرارات يعني المحورية، ابنه بده يدرس كذا، فلان بده يتزوج كذا، بدهم يبيعوا هذا البيت، بدهم ينتقلوا يعملوا مشروع، دائما القرار بيكون موجود عنده لإله. طبعا هو مو من باب التفرد، ونحن ما عم نحكي إنه القرار بإيده بس بشكل يعني اعتباطي، لكن هو دائما بيصب عنده هذا الشيء الأساسي. المرأة يمكن الأشياء الثانية اللي هي لا تقل أهمية عن هذا الموضوع هي بتتحملها أكيد. هو مسؤول عن هذا الشيء، وخاصة أنه هو موجود ببيت فيه أطفال عم يتعلموا ألف باء الحياة من خلاله، فكل ما كانوا عم يربوا ببيت الأب فيه بيعرف دوره ومسؤولياته والأم بتعرف دورها ومسؤولياتها، فأكيد نحن عم نخلق ناس متوازنين. ما حكيتي شيء ملموس، يعني مثلاً
إذا بدنا نقول دور المرأة في المنزل، التنظيف، الطبخ مثلاً، رعاية الأطفال، أنت هون ريحتي الرجل تماماً من المسؤوليات المادية والجسدية؟ لا أبداً، ما هيك عم أقول، بالعكس هو قمة الرجولة أنه يشارك المرأة اهتماماتها ومهامها داخل المنزل، وحلو كتير يكون في بيناتهم هذا الاتفاق. لكن أنا عم بحكي وبوصف الصورة خلينا نقول بعمقها بوساعتها. هو عادة أغلب أعباءه بتكون خارج المنزل، يعني هو المسؤول عن التفكير بالمستقبل لهي العائلة، بالتفكير للمستقبل لهي الأبناء، والعمل على هذا الشيء. نحن هون ما عم نقول هو ما دخله بالبيت ويساعد مرته مثلا بطبخة، يساعد مرته بأنه يوصل الأولاد، هذا هو وحدة أكيد من مسؤولياته. لكن مثل هاي القصص بتتم بين الاتفاق بين الزوجين، لأنه عادة إذا كانت المرأة عاملة والرجل عامل فأكيد بيكون في تضارب أوقات، صح. فكل حدا من بيناتهم بده يعمل هذا الشيء ويعمل المسؤولية، صح. طيب بكتير مشاكل لما بتصير بين أي زوجين، لما أول شيء ممكن يقول يا لمرته أنه أنا بشو مقصر عليكم، وهو بيكون فكرته أكتر رايحة عم تأكلوا وتشربوا وتلبسوا أموركم تمام، ناسي كليا موضوع العاطفة، الحاجة اللي خلينا نقول النفسية نحن اللي بنكون فيه أوقات للزوج أو الأولاد بيكونوا هن بحاجتها من أبوهم يعني أكتر. فهون شو الخطوات اللي ممكن يتبعها اليوم أي أب خلينا نقول عما يحضرنا ليقدر يحقق هي الفكرة، أو هو شو لازم يعمل حتى يكون قريب عاطفيا من أولاده أكتر من أنه أنا بس عم أقدم لكم الشيء المادي؟ هلأ نحن حكينا بالبداية واحدة من مسؤولياته الأمان لهي الأسرة. شو هو الأمان؟ الأمان أنه يشعر الطفل أو تشعر الزوجة بأنه هن موجودين بكل التفاصيل بوجود هذا الرجل، مشاركتهم التفاصيل اللي إلها علاقة بالمناسبات اللي كتير مهمة عائلية، بالإشياء اللي إلها علاقة بتخرج، بعيد ميلاد، بأنه طفل مريض مثلا، بأنه طفل متضايق من شيء فهو قاعد وتحاور معه، هذا كتير بالنسبة له دور مهم. وجوده لما بيجي بيكبر ابنه على سبيل المثال يحكي معه بالأمور اللي إلها علاقة بأنه أنت رح تصير رجل، شيء له علاقة بمواضيعه النفسية والاجتماعية وكيف حتتغير حياته، هذا كتير أساسي بالنسبة. في أبهات بينسوا قد ايه عمر أولادهم للأسف، عن جد يعني في ناس تصدم انه انت ما بتعرف قد ايه عمر ابنك، انت ما بتعرف شو عم ما بتعرف ابنك اي صف، وين الاب بالموضوع. حقيقه هو في مشكله بهذا الموضوع، لكن بشكل عام ما في شيء بيخص الرجل لحال والمراه لحال بما يخص انا كيف نظم المسؤوليات جوا البيت بصراحه. يعني ما في شيء انه هذا للرجال وهذا للمراه، هو كله بالاتفاق. لكن يمكن خليني اقول لك انه يمكن حدا من بيناتهم بيواجه صعوبه اكثر من حدا، لانه في شيء بتركيبه دماغه شوي بيختلف بين الرجل والمراه. يعني بعض الدراسات بتقول انه المراه دماغها عباره عن نقاط شبكيه، يعني شبكات متقاطعه مع بعضها متصله بنفس الوقت، فهي قادره بالاضافه مثل ما حكيت بالبدايه انه تعمل المهام البيولوجيه تبعها اللي هي لها علاقه بحمل وارضاع وتربيه، وبنفس الوقت تعمل مهام ثانيه وتنجح فيها. هي قادرة بشكل أو بآخر إنه هي تكون عم تغير لابنها وحاطة الطبخة على النار وعم تحكي تليفون، ما هي عم تشتغل بكل الوقت بفضل هاي النقاط الموجودة بدماغها، هي قادرة تحقق هذا الشيء. بالنسبة له بعض الدراسات بتقول إنه دماغه هو عبارة عن صناديق محكمة الإغلاق، في صندوق للأسرة، صندوق للعمل، صندوق للبيت، صندوق للرياضة. هو وقت اللي بده شيء بيفتح هذا الصندوق، بيركز فيه كل التركيز، بياخذ منه اللي بده إياه، بيسكر عليه وبينتقل للصندوق الثاني. هذا اللي بيخليه بمعظم الأحيان إذا كان عم يتفرج على مباراة ويكون مثلاً حاطت كاسة شاي على الغاز ما ينتبه ينساها، لأنه هو عملياً ما بيقدر خلينا نقول يحمل أكثر من بطيخة بنفس الوقت. هذا الفرق البسيط بين الاثنين هو اللي بيخلي هذا التضارب بين المسؤوليات الموجودة بين الزوج والزوجة. تمام، كرمال هيك الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، هذا الكتاب الأبدي أنا بسميه. طيب اليوم في بعض الرجال غير مسؤولين بأسرهم، زاتين كل العبء يا أما على أولادهم يا أما على زوجاتهم ليديروا المنزل، وبمجرد ما انتهى الرجل من العمل خارج المنزل بيرجع للمنزل هو ما عنده شيء يعمله، وإن شاء الله يكون موظف بينتهي دوامه الساعة 3 الظهر ضجران تعبان حطوا صوتكم ما بدي اسمع. شلون اليوم بده يكون الحوار بين الزوجين لكل حدا يشيل مسؤولياته بشكل صحيح؟ حضرتك حكيت عن الحوار وهو لغة كتير أساسية للتواصل بين الزوج والزوجة. يمكن الرجل دائما بيقول انت شو عم تعملي بالبيت، شو عم تساوي بالبيت، ما عم تساعدي ايدي، بس هو اذا بيقعد بالبيت بيعمل نفس مسؤولياته ما حيقدر انه يعملها بنفس طريقته. يمكن الحديث شوي بين الزوجين عن الهموم اللي عم تصير معهم بالشغل وبرا بيقرب وجهات النظر، انه انا قديش هاي المهمه عم يكون في عندي عبء لحتى نفذها، هذا الشيء بخفف شوي من الوطأة بيناتهم، بيقدروا يقدروا بعض. لما بيكون في شكر بين الاثنين على اي مهام عم تنعمل اكيد هذا الشيء بيعطي تحفيز لحتى يقدم اكثر واكثر بشكل لا مباشر. لما بقعده ظريفه بين الاثنين ينحكى انه انا في عندي هاي المهمه او في عندي هذا الموضوع انه نحن لازم نعمله، من غير ما يكون في هذا تبع انه انا عم بامرك او انا عم بامرك، اكيد الموضوع بيكون ذو وطأة اخف. التفاهم بين الاثنين على انه هي مسؤوليتي
وهي مسؤوليتك، هذا شيء أساسي من بداية العلاقة الزوجية، انطلاقا من موضوع تربية الأولاد، وأنت أنا أكون موجود هون وأنت تكون موجود، هذا شيء كتير يعني ما بتصوري هو بياخد وقت. حضرتك عم تحكي عن نمط، هو نمط الشخص الغير مسؤول، الشخص المتكاسل اللي هو بحياته بطبيعة الأحوال هو مسوف لأغلب المشاريع، بتلاقيه حتى بشغله هو شخص غير قادر على الإنجاز. يعني حتى الخضرة والفواكه مثلا هو مسؤولية زوجته، حتى تصليح عطل صار بالبيت هو ملقى على كاهل الزوجة. يفترض أنه الزوجة بطريقتها تقدر تلاقي أسلوب لحتى تقول أنه هي مهمتك. إذا كان عنده مشكلة بتكاثر الأعباء فخلينا نسلمه مهمة أو مهمتين بالبداية بالاتفاق، ويركز فيهم مظبوط ويعملهم على أكمل وجه وبتمشي الحياة. تماماً. يمكن هذا كنت جاي أسألك على الفكرة هاي نفسها، أنه في كتير سيدات أصلاً هن ما في ذهنن الغلط منهم، لما أنت بتورجي لزوجك من البداية أنا بفهم بكل شيء وأنا بصلح كل شيء وأنا بعمل كل شيء على أساس أنا سوبر وومن عن جد وأنا اللي بعرف أعمل كل شيء، وهي على أساس أنه شطارة عم بتشاطر، بعدين يعني بعد ما تعود هو ينسحب من كل شيء، بتشوف حالة أنه أنا شو عملت بحالي، ليش ورجيت أنه أنا بفهم بكل شيء وأنا حطيت حالي بموقف كتير صعب. حضرتك حكيتي نظرية السوبرمان أو السوبر وومن، نحن دايما بدنا نكون الأجود الأفضل الأحسن، يعني حاجة نجلد ذاتنا، كل حدا فينا له دور، الرجل له دوره والمرأة له دورها والأطفال لهم أدوارهم، يعني هذا هو هيك المجتمع مركب. فأنا إذا بدي أقول لهم أنا جرة الغاز أنا بركبها والغراض تبع الخضراء أنا بجيبها، طب أوكي يعني هلأ واحد صحح له حدا يريحه، ليش بده يغلق حاله، ليش لزفر إيديه، تمام. بس هو عمليا الحمل لما بيحملوا اثنين أهون بكتير، هن هيك بهالطريقة لما بينظموا مسؤولياتهم بيتفضوا للأهم واللي هو تكوين هاي الأسرة وتربية الأطفال نفسيا واجتماعيا، بيقدروا يحققوا شيء منجز بالحياة. تمام. قديش ختاماً اليوم الانعكاس سلبي بيكون على الأطفال لما يشوفوا أنه الأب غير مسؤول، مهمل، اتكالي على زوجته أو حتى على بيت حماه أو حتى على أهله حتى كمان؟ أكيد تأثير كتير سلبي. الأب هو القدوة والأم أيضاً، فإذا كان مثل ما حكينا ربان القارب أو السفينة هو شخص اتكالي، شخص غير مسؤول، شو حيعطي انطباع للأطفال الموجودين عنده اللي هن بكرة حيصيروا أبهات وأمهات، صحيح. فهو أيضا حيكرر نفس الدائرة بكرة مع زوجته، وأنت لازم هيك تعملي ولازم هيك تساوي بناء على الشيء اللي تربى عليه. نحن عم نحكي طبعا بوقت ما بقى مقبول بصراحة أنه حدا يقول أنا ما بعرف، في أخصائيين، في إنترنت، في يعني في كتير مجالات أنه نحن نقدر نطور حالنا بهذا الموضوع. تنظيم الوقت وإدارة المهام تحمل المسؤولية على فكرة هو نوع من أنواع المهارات اللي نقدر نحن نتدرب عليها تدريب، حتى لو بعض الأشخاص عندهم إياها ملكة بس أنا فيني أتدرب عليها. يعني الحديث ممتع كتير والموضوع كتير مهم أكيد، يعني ينطرح دائما والناس دائما ما تتذكروا يعني، وهي سر السعادة خلينا نقول اللي أي كابل أي زوجين أي حدا بيطمح لحتى يوصل له، هو هذا التشارك الصحيح، الحوار الصحيح، تمام، مواجبات مشتركة، يعني أسرة سعيدة، وأكيد أكيد. مع الحفاظ على أنه مساحة صغيرة بيلتقوا فيها الزوجين، هو صحيح. هذا المفروض. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا أستاذة، وأهلا وسهلا فيك، ونتمنى هيك حياة أسرية هنيئة لكل المشاهدين عم تابعونا. أهلا وسهلا لك. شكرا لكم. شكرا. وهلأ صار وقت ننتقل لعند الشيف تهامة ونشوف مع بعض طريقة تحضير تبع اليوم. يسعد صباحكم عن جديد. تعقيبا على حكي قبل شوي ورد مع الضيفة، حابة لكم انه اقرب طريق لقلب الرجل هو معدته، وكيف اذا عملتي له هيك اكلتين اليوم كتير طيبين عن جد، حاولي اليوم ابدعي فيهم وعمليهم بنفس طريقتي هاي رح تدعي لي. هلا اول شيء مثل ما قلت لكم اليوم انا عملت لكم شيش بالفخاره، هون رح احتاج عندي تقريبا نصف كيلو شيش. هون في عندي البهارات، هلا البهارات انا عندي اياها هون اختياريه، انتم شو بتحبوا تحطوا بس حطوا هيك نفس طريقتي ما بتندموا. هون في عندي بودره ثوم، بودره بصل، عندي هيل ناعم، فلفل اسود، بهار مدخن، عندي بودره مرق الدجاج، مو مرق يعني مو المكعب، هيك بتجي بودره. هون في عندي بابريكا، وهون في عندي شو فلفل اسود، هون كان خالصين. طبعا انا هحتاج للتقلايه بصل وثوم. هلا في ناس بتضيفوا فليفله خضراء وفليفله حمراء، انا بصراحه ما بحسها بتلبق لها ابدا، هي بقى خياريه انا اليوم ما رح احطها. وهون طبعا للتتبيله كمان رح احتاج شوي من زيت النباتي مع شويه لبن اللي هو بيعطي القوام الاساسي للشيش طاو، بغض النظر ان كان بالفخاره او بدون فخاره او للشوي او لاي شكل من اشكال له. وطبعا هدول هون في عنا اختياريين، هون في عنا ذره،
طبعا هي ترجع لست البيت، انا عملتهم هدول اضافات زياده ممكن تحطوها ممكن لا، اللي هنا الدرة والفطر جنب منهم انا اجباري. مهم متى ما قلت انا شيش بالفخاره معناتها انا بدي اضطر اعمل صوص البشاميل اللي كلياتكم تعودتوا عليه فيه، وهي هي مقاديره. عندي قد بقد اللي هو من انه نحن الرو اللي هو التعادل ما بين الطحين والزبده، معلقتين بمعلقتين. هون في عندي كمان بودره مرق الدجاج وفلفل ابيض. بتمنى انا بقلب صوص البشاميل انا ما احط شيء لونه اسود، مثلا فلفل اسود او بهار يكون لونه قاسي، لانه ما بصير يتغير عن اللون. وهون في عندي كمان كريمه فريش مع الحليب. جنب منهم حاملكم اطيب شوربه بالعالم اللي هي شوربه كريمه الفطر الاكثر طلبا، يعني كل العالم بتحبها كثير. هون في عندي معلقتين كمان زبده، معلقتين طحين، كمان في عندي بصله ناعمه، سن الثوم مهروسه، كمان هون في عندي فلفل ابيض، ما بننسى الكريمه الفريش، الملح والفلفل، وطبعا العنصر الاساسي اللي هو الفطر. هلا اول شيء رح ساوي الشيش، رح شعل هون الغاز عشان تحمى عندي. هلا انا بتمنى من ست البيت وقتها تعمل شيش طاووق تتبله قبل بساعتين ثلاثه او قبل بيوم بيكون يفضل، بس دائما نحن بنرجع بنعيد، نحن بما انه نحن هوا ومشان تشوفوا المراحل كلياتها كامله انا بضطر تبل وحط فورا. هلا تتبيلتها كثير سهل، تتذكروا انا قلت لكم هون، طبعا انا هون في ملح، رح ضيف كل البهارات اللي قلت لكم عليها قبل شوي، وهي البهارات ممكن تلاقوها جاهزه بالبزوريه تقولوا له اعطينا.
فليفلة حمرة، فليفلة خضراء، ذرة، بروكلي، أي شيء. أضيف ذرة، رح حرك. هلأ طبعاً هي بدها شوية تستوي على الغاز، أنا بدي أتركها شوي على الغاز لبين ما تستوي. رح أقليها بهذا الشكل، رح غطيها. مثل ما قلت لكم هلا انا رح اغطيها ورح نوز تحتها. هلا هي لحالها بتبخ مي ما بدها مي، انا رح استنى عليها لحتى تستوي وبعد شوي برجع لعندكم وبنشوف الباقي بطريقه التحضير المتبقيه. شكرا يا شيف تهامة، يعطيك العافيه. تمارين صباحيه بتساهم بشكل كبير بجعل يومنا يمر بشكل افضل واكثر نشاط وانتظام، فهي بتعمل على تنظيم الساعه البيولوجيه للجسم وبتمد الجسم ايضا بالطاقه اللازمه. رياضه الصباح صارت جاهزه. يسعد صباحكم، صباح الرياضة. رح نبدأ اليوم تماريننا سوا. حب الجري بالمكان 20 ثانية، 5، 6، 7، 8، 9، 10، كمان 5، 4، 3، وبريح بفتح وبسكر. 5، 6، 7، 8، حضلني فاتحة رجلين، رح أطلع 2، 3، 4، وبنزل سكوات تحت وبطلع فوق وبرجع 3، بنزل تحت بطلع فوق 2، تحت 3، تحت 4، هون فوق بنزل 7، 8، آخر تنتين، آخر واحدة فوق، بفتح رجلين أكثر وبنزل سكوات 2، 3، 4، 5، 6، 7، وآخر واحدة بنزل على الفرشة لتحت لفوق 2، 3، 4، 5، 6، 7، وآخر واحدة بريح بنزل. رح أفتح رجلين وبطلع 2، 3، 4، 5، 6، 7، وآخر واحدة بريح. رح أطلع فوق، رجلين فوق، ورح أنزل 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8،
9 واخر وحده وبريح. باخذ نفس وبكون هون خلصت تماريني لليوم. بشوفكم بكره، باي باي. يسعد اوقاتكم مرة ثانية. ما بتستغني أي سيدة أو صبية عن حقيبة اليد يلي بتكمل إطلالتها، لهيك منشوفها غالباً بتدور على الحقائب المصنوعة يدوياً كونها بتمنحها مظهر مختلف وأناقة ملفتة للنظر. ضيفتنا خبيرة الهاند ميد مارغريت اليوم صارت موجودة مع آيا لتخبر كل الصبايا عن الموضة الأخيرة لحقائب اليد وكيف ممكن تكون السيدة عم تنسقها مع الملابس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أهلاً. يسعد صباحك مارغريت، أهلا وسهلا فيكي معنا. يعني اليوم عنا هيك حديث حلو كتير رح يكون أكيد معك. أكيد. بداية هلأ نحن فايتين هلأ عن موسم جديد أو حتى هلأ السنة بشكل عام. يعني السنة اللي جاي هلأ تونا صرنا بآخرة، شو أكثر شيء عم بيكون دارج خلينا نقول بمودة هيك الشناتي؟ هلأ بما أنه نحن فتنا على فصل الخريف والشتاء، كان قديماً دغري منغمق الألوان. بس هالسنة لاحظت أنه كل البراندات عم تطلع ألوان فاتحة كتير مثل خاصة ألوان الباستيل وألوان العسلي والبني والأوف وايت كتير دارجين هالسنة. فنحن ما بقى نحن إنه شتوية يعني ألوان غامقة بس. فإذا مثلا لبسنا شيء غامق منفتحه بشنطة فاتحة نكسر اللون بهذا الطريق. تماما، على فكره هذا الشيء سواء بالشناتي وحتى بالاكسسوار يعني كله عم بيكون بهي الشتويه تحديدا والفصول الحلوه اللي نحن فيها. طلعنا شوي من مود انه نحن حنضل بالالوان الغامقه البني والاسود وهالحركات، لا صرنا عم نروح لامور ثانيه. طيب خبرينا شو الخامات اللي نحن اليوم عم نستخدمها اكثر شيء، اللي اذا بدنا نشتري شنطه ندور على هذا الشيء انه ممكن يكون احلى بهي الفتره. هلا بما انه شتاء فنحن صار مقبول اكثر نحمل شناتي كروشيه انه تشعرنا بالدفى شوي. يا جماعه الكروشيه بجنن بجنن عن جد. خلينا هي حنشوف مع بعض شوي من شغلك اكيد. وهي كروشيه تمام، تخيلين كثير حلوه وليكو حجمها. هلا بدنا نحكي على هي الفكره انه حجم الشناتي ما عم يكون سوبر صغير لانه يعني نحن درجه هذيك السنه شناتي كثير صغار. نحن الصبايا ما بيمشي الحال والله، شناتي صغار بدنا شيء يسع مستلزماتنا بما انه جامعه وهيك، فنحن بدنا شيء كبير تماما. فمشان هيك انا كبرت شوي. ممكن في ناس مثلا تقول انه بدي اصغر من هيك، فانا أوكي. جاهزه لكل ال تمام. يعني في عنا هذا اكبر شيء خلينا نقول منه، هي للي اغراضها كثير كثير. هي مناسبه، انا هي مناسبه جدا لإلي يعني عن جد. تماما، هي مناسبه كثير للجامعه انه فيكي وعمليه كثير. اوكي خيمة يعني بعيدا عن الكروشيه. تماما، اوكي كثير كثير حلوه. هي شو الخامه المستخدمه فيها؟ هي مثل قش بس كواليتي احسن لانه القش ما بيكون جايه في ديفويات صغيره. فنحن بنتجه لشيء احسن. هو امتى حتى يعني يمكن بيكون اكيد يعني اكيد عمل كثير وما بيصير له شيء على الاستخدام. اوكي، وهيك اشياء نحن اذا حابين نحافظ عليها عن جد وتضلها بتضلها هيك برونقة مثل ما بنقول ما تنتزع او شيء، ففي هيك شغلات معينه بعدها عنا اذا بدنا نغسلها او شيء هدول ما نقرب عليهم المي مثلا. تمام، هلا اي شيء شغل يدوي فله رعايه خاصه. تمام. يعني بده انه شوي ننتبه على القطعه. غير هيك لا ما بتنغسل لانه يعني ما بفضل انه اذا انتبهنا عليه شوي ما بيصير له شيء. تماما اكيد. وهدول الصغار تقريبا اللي عم نشوفهم هون يعني لسه في ناس اكيد بتحب الشناتي الصغيره، فانت رضيتي جميع الاذواق اليوم، فخبرينا عنهم اكثر. هلا هدول مثلا شناتي ميك اب، انا بلشت بالفكره انه وقت الصيف انه شنطه الكبيره فبتضيع الاغراض بقلبها. فشو يعني قلت لحالي انه اذا حطينا في شغلات المهمة
مهمه مو ضروري بس ميك اب، الموبايل، المصاري، المفاتيح، فبس نحطها بالشنطه الكبيره هيك يعني ما عاد ندور عليها. ايه نفتح الشنطه ولازم ننكتها حتى ندور على الغرض اللي بدنا. تماما، فمشان هيك حبيت انه هيك اسهل. حتى الديزاينز بجننوا يعني كثير كثير حلو، يعني الناس اللي بتحب قصص العين والكف وهالقصص يعني يعني بالاضافه انه انا فيني اكتب اسم على الطرف الثاني. اه اوكي كاتبين هون اسم. حلو حلو كثير. تمام، يعني هي الافكار الكرياتيف عن جد اللي نحن ما بنلاقيها غير بقصص الهاند ميد، يعني مستحيل ننزل على السوق نلاقي مثلا شغله هيك مفصله على ذوقنا او مثل ما نحن بنحب، هي القصص كلها بتجي عند الاشخاص اللي مختصين اكثر بهذا. حتى انا بعطي للزباين صلاحيه وحريه خالصه انه هن يصمموا اللي بدهم اياه، اللون، الديزاين، يعني عندهم حريه كامله يقولوا لي وانا بنفذ. تماما، يعني هي هون الرياحه اللي بتكون اكثر. هلا هدول للميك اب يعني خلينا نقول كانوا شوي صغار، هدول عمليات اكثر لطلعه او شيء؟ تماما، هدول بعد ما لقيت الزباين عم تطلب شيء انه يتعلق فعملت شيء اكبر منه. أوكي. في كمان حجم اكبر. تمام. من هذا الوسط لسه في حجم اكبر؟ ايه بنحط في سنسله اذا حدا بيحب او بقيمه السنسله. اوكي بصير هيك نقدر هيك نحمله مثل ما نحن بنحب. تمام، هدول كمان هدول كروشيه صح؟ ايه كروشيه داخل فيهم الجلد. هدول حجمهم هدول الصغار يعني اللي بيحب الصغار. هدول الموديلات الكلاسيكية. والحلو انه هي الى الايد تبعها كمان صح؟ مزبوط. اوكي يعني بتحبوا انتم بدكم اياها هيك او بدكم اياها تعلقوها، فيعني عندكم جميع الخيارات متاحة خلينا نقول. اوكي حلو كتير. تمام، وهي نفسها. لا هي اصغر، هي كمان هي اصغر شوي اذا حدا بيحب. حتى ليك الالوان ما احلاهم. ايه في هون شغله انه تفاصيل صغيره كثير بهتم فيها انه ورا في حتى هون صح انه يعني بتصير لما بدنا نحطها على شي مكان ما يعني انت نازله من الدرج مثلا ممكن تبين او هيك. حلو حلو كثير. تمام، هي فكره كمان عن جد مهمه كثير بتكون بالشناتي. اوكي يعني حلوين كثير. هلا اي صبيه عم تحضرنا حابه تنزل هيك تبلش تدور على شيء هيك يعني تغير يعني جو بالشنات اللي عندها طبعا، فخبرينا شو هيك تروح الالوان اكثر انت برايك هلا يعني؟ هلا الوان حسب لبسها، يعني انا بفضل انه نشوف بالخزانه شو عندنا لبس، حسب اللبس مثلا، واذا كان ساده اكثر من نتجه للشناتي المعرقه وشناتي اللي فيها ديزاين اكثر، وإذا كان مثلاً اللبس فيها ديزاين فبفضل إنه شنطة تكون سادة مشان ما كتير يكون عجقة اللوك. تمام، يعني في كتير هيك أفكار حلوة أخذناها اليوم منك، وعن جد تصاميم كتير هيك لطيفة وحلوة. شكرا. كمان فيعطيكي ألف عافية على الشغل الحلو، إن شاء الله بنتظارك بلقاءات قادمة نحكي هيك عن أمور ثانية كمان. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. شكراً لألكم، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحكم عن جديد، وهلا حنرجع للاكله اللذيذه الطيبه الظريفه اللي هي شيش بالفخاره. هلا انا بمناسبه ضيق الوقت عملت شغله صغيره بغيابكم، يعني كثير صغيره حتعرفوا تعملوها لحالكم، بس دوبت هون مشان السرعه، حطيت معلقتين زبده مع معلقتين طحين، حركتهم منيح، صرت ضيف الحليب شوي وحرك شوي وحرك شوي وحرك لحتى صار معي بهذا الشكل. حنرجع نرجعه على الغاز. هلا شو ضل البشاميل؟ ضل البشاميل انا بحب هذا العنصر الصغير اللي بيعطي الطعم اللذيذ الظريفه. هلا في ناس بتجيبه مطحون جاهز، انا ما بعرف، وقت لما يعني دغري ببرشه هيك فورا فوق البشاميل بيطلع اطيب، بس هيك حاجه ما بدي اكثر من هيك. رح نضيف شوي من بودره مرق الدجاج، يعني نتفه ما بدنا اكثر، بتعطي نكهه لانه هي اساسا بالدجاج بقى بدنا شوي البشاميل يكون منكه. الشيء الوحيد اللي ممكن يلبق للبشاميل هو الفلفل الابيض، يعني غير هيك ما تحطوا فلفل اسود بهار، ما بدي انا يغمق البشاميل، انا بدي اياه يضل ابيض. وهيك تقريبا صار عندي البشاميل جاهز. هلا ضل عندنا هون الكريمه الفريش، هلا الكريمه الفريش ما أنا ضروريه ابدا، ما أنا ضروريه، بس انا دائما بحب احطها يعني بتعطي دسامه اكثر، بس اذا ما حطيت ما في مشكله، انا رح احطها، يعني هي بالنهايه خياريه.
اللي بيحبوا الدسم، اللي ما بيحبوا الدسم فيهم يستغنوا عنه. هلا حنحرك وهيك تقريبا صار صوص البشاميل عندي جاهز، برد شوي رح اتركه شوي. هلا انا شوفوا هون الشيش طاووق صار عندي، صار جاهز. هون عندي فخارتين رح ساوي لكم اياهم. هلا في فخارات بتجي معها غطاء بدون غطاء، انا ما بيأثر عندي بغطاء او لا، لانه اوريدي انا طابخته للشيش طاووق، يعني هو ما بده غير بس اني انا احطه بالفرن. هلا اول طبق رح احطه انا هون بالفرن. غميقة بس مضطرة اعملها بطنجرة غميقة لتبين، بس حنقلكم الصورة. هلا الزبدة هلا بهاي حنحرك كمان، ابدا ولا جبل ولا تكتل، رح ورجيكم كيف صار. حارجع اضيف
وارجع حرك، ارجع ضيف وارجع حرك. تقريبا انا حطيت معلقتين زبده، معلقتين طحين، بصل ناعمه، ثوم مهروس، فطر، وضفت لتر حليب. هلا شو صفي عندي انا شغله بسيطه بالشوربه الفطر، اللي هي حنضيف شويه ملح، فلفل ابيض، شوي من بودره الثوم، عفوا بودره مرق الدجاج. وهون انا خلطت بودره ثوم مع بودره بصل، رح ضيفهم بهذا الشكل. هلا انا شو صفي عندي ساوي شيء بعد الهواء، انا رح استنى شوي لحتى تغلي عندي شوربه الفطر، رح ضيف عليها الكريمه الفريش واطفي تحتها فورا، لانه انتم تعودتوا عليني انا ما بحط الكريمه الفريش الا لحتى تغلي الشوربه دائما مشان ما تفرط. صح، الله يعطيك الف عافيه يا شيف، وشكرا لك. الله يعافيك يا هلا. مشاهدينا، بتمثل الصناعات الشرقية والنحاسيات بسوريا جزء حيوي من الثقافة الجمالية اللي بتميز السوريين عبر التاريخ، وأسهمت مهارة الحرفي السوري المتوارثة من آلاف السنين بالتعامل مع مواد الطبيعة بخلق إبداعات أصبحت نماذج للدقة والإتقان دائما. تماما ورد، وهذا الإبداع اللي دائما ما بنشوفه على المستوى العالمي، فصارت سوريا موطن العديد من أمهات هاي الصناعات. يسعد صباحكم عن جديد، صار وقت نبدا معكم بفقرتنا الطبيه، وبظل اللايف ستايل الخاطئ يلي معظمنا عم يمارسوه عم تزيد نسبه الامراض عالميا عربيا ومحليا حتى، وكمان العامل البيئي من التلوث ممكن ياثر سلبا على صحه الجسم. فكيف اذا كان على الاطفال يا آية؟ ومن بين اكثر الامراض شيوعا هو السكري يلي بيصيب الكبار والصغار على حد سواء. لنعرف اكثر عن سكري الاطفال وشو بنقصد بمضخات الانسولين وامتى بنلجا لها طبيا وشو هي فوائدها ومضارها، صار معنا الدكتور زياد زوده استشاري بامراض الغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك ورد. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك معنا. فينا نقول اليوم انه سكري الاطفال من الامراض الاكثر شيوعا بهي الفتره ولا ما وصلنا لهي المرحله؟ هلا مرض شائع وبنشوفه الحقيقه اكثر واكثر، وبيتظاهر السكري عند الاطفال بسرعه، يعني خلال ايام او اسابيع، مو مثل السكري اللي بصير على كبر عند الكبار، بيتظاهر بسرعه باعراض عطش وتبويل ونقص بالوزن. ولسوء الحظ في كثير حالات بتضطر يدخل للعناية المشددة لأنه بصير عنده شيء اسمه حماض خلوني. بس السكر يرتفع وما في كمية أنسولين كافية بالدم، بالتالي بيتحول السكر لشيء اسمه خلون، بصير في عندنا غياب عن الوعي، وهي حالة خطيرة جدا إذا ما بسرعة صار في تدبير، وهي لازم تدخل على مشفى والعناية المشددة. تمام، قبل ما نتفصل دكتور بسكري الأطفال، خلينا نرجع نذكر كل المشاهدين بأنماط السكر. بنسمع نمط أول، نمط ثاني، في شيء بيحتاج أنسولين، في شيء لا، على الحبوب فقط. السكري اللي بيجي عند الأطفال ورد هو قولا واحدا ما بيكون في عندنا إفراز للأنسولين من البنكرياس تبعنا، وهذا بيتعالج حصرا بالأنسولين. وحتى بس يصير كبير دكتور بكره بس يصير إنه يعني كهل بنوقف الانسولين، لا، بده ياخذ الانسولين مدى الحياه، هي شغله كثير مهمه. هلا في شيء اسمه شهر العسل، يعني في احتمال بعد ما نلبى الانسولين باشهر انه ما عاد يحتاج للانسولين، بس هي لفتره معينه لاسابيع او لاشهر، بيرجع بعدين من جديد بده ياخذ انسولين. هلا السكري اللي بيجي على كبر غالبا هذا بيتعالج بالحبوب الفمويه، بس نحن في حالات بنحتاج ناخذ لفتره معينه للانسولين، يعني حتى الحامل إذا كانت هي جاهز سكري على كبر صار عندها حمل، الأنسولين هو آمن والوحيد اللي آمن أثناء الحمل على الجنين. تمام، على الجنين وعلى الأم الحامل، إذا بدها يعني بدنا نعطيها أنسولين أثناء الحمل، حتى إذا بدها ترضع بعد الولادة لازم نعطيها أنسولين، ونرجع بنوقف الأنسولين بعد ما بتوقف الولادة. تمام، طب بس لو نحن اكتشفنا عند الطفل إنه هو عنده سكري أطفال، بس نحن يعني اكتشفناه بالبداية، يعني لحقناه من الأول ما بلشت تظهر الأعراض، هون نحن ممكن ما نوصل لمرحلة الأنسولين يعني؟ لا، بدنا أنسولين حصراً آية، بس نحن اكتشفنا عند الطفل إنه هو عم يصير عنده عطش وتبويل وعم ينزل وزنه وهو مانه طبيعي، دخلنا ما بيحتاج يدخل على المشفى والعناية المشددة. يعني هذا الفرق، بس انه اجباري بده انسولين اساسي يعني. نعم. حتى لو بالحالات اللي هي لسه بالبدايات. تماما، هو مبداه انه البنكرياس ما بيفرز انسولين على الاطلاق. تماما، وبالتالي ما عندنا حل ثاني
غير اعطاء الانسولين. تماما. والانسولين من يعني صار له 100 سنه موجود بالعالم، واكتشافه كان ثوره كثير كبيره. صح، وفي شيء من منشا حيواني وفي شيء هيومن هلا صاروا يعملوه، وفي كثير قصص يعني ثورات بعالم علاج السكري. طيب دكتور، من الثورات اللي صارت من فتره قريبه هي مضخات الانسولين. نعم. معك نموذج عن نعم. مضخه انسولين، اشرح لنا عنها اكثر. هلا هي المضخه مثل ما شايفين قديش حجمها صغير، كثير حجمها صغير. بنحط عليها خزان هون، هذا هو الخزان، هذا خزان انسولين. خزان انسولين بنعبيه كل 72 ساعه، مع بنحطه غالبا بهالمنطقه هي تحت الجلد، وبالتالي ما عاد نحتاج نحن ناخذ حالنا حتى ناخذ الانسولين، لانه نحن اذا بدنا نقلد الفيزيولوجيا الطبيعيه عند الانسان الطبيعي بدنا نعطيه انسولين مديد. هلا الانسولين المختلط توقف من سنه 95 عالميا. يعني الميكستار او كل انواع شو ما كان انواعها اللي 70 على 30 هي توقفت عالميا من صار لها 26 سنه. يعني احنا اذا بنقلد الفيزيولوجيا الطبيعيه بدنا نعطي انسولين مديد مره بال 24 ساعه، وقبل طعام كل وجبه بدنا ناخذ فائق السرعه حتى نحن يعني نحرق وجبات الطعام. وبالتالي عم نقلد الانسان الطبيعي اللي ما عنده سكر، وعم نحميه من الاختلاطات، ما يصير عنده مشاكل بالعين، بالقلب، بالكبد، بالكليه. هي شغله كثير مهمه. صحيح. تمام. مضخه الانسولين هي مستورده من بلد صديق، يعني احنا قبل الازمه كانت موجوده بس بسبب الحرب وهي ما عاد صارت موجوده، هلا موجوده من جديد ومستورده استيراد نظامي، وفي شركه هي المسؤوله عنها. وبالتالي انه نحن بدنا نعلم الانسان اللي هو بحاجه انه يعني ياخذ انسولين انه كيف بده يحط المضخه، كيف الكميه اللي بده ياخذها عن طريق طبيبه وعن طريق. وبيشعر المريض اللي مركب مضخه انسولين بنبضات المضخه كل فتره والثانيه؟ ما بيشعر بالشيء. نحن ورد بدنا نحط المضخه هون وهي مثل ما قلنا هالحجم الصغير كثير، وبالتالي بدنا نحن نعيرها لتعطي. نحن فرض بدنا 24 وحده دولية بال 24 ساعة، يعني بدنا نعطي وحدة بالساعة كل ساعة مثلا. وقت بدنا ناكل بدنا غير ال 24 وحدة، مثلا بدنا 5 وحدات قبل الفطور، 8 وحدات قبل الغداء، 6 وحدات قبل العشاء. في زر صغير بنكبس عليه وبالتالي، وفي عندنا جهاز مثل الريموت كنترول. هو لأنه كان الطفل صغير بدنا إنه الأهل هن يلي يتحكموا ويسيطروا برمجوا، وبالتالي ما بيقدر الطفل هو صح يلعب ويعطي لحاله كمية. وفينا نحطه بأماكن إذا كان طفل صغير بس ما ضروري نحطها هون، فينا نحطها بالخلف، وبالتالي بتساعده كثير. بس هي شغله كثير مهمه عالميا. يعني احنا عالميا ما عاد اعطينا انسولين بالاقلام، شغله كثير مهمه، ما عاد اعطينا بالسرنج، بس انه حتى هون عم نريحه من الغازات اللي بده ياخذها عده مرات يوميا. صحيح. ونحن عم نعطي الانسولين اللي هو الانالوج اللي هو يعطى عالميا، وهي مستورد استيراد نظامي لعنا. يعني كل القصه بشكل كثير عم نقلد الفيزيولوجيا الطبيعيه عند الطفل اللي هو ما عنده سكر، او حتى اوقات في كبار، يعني مو ضروري بس عند الاطفال، يعني في اوقات حالات سكري نمط اول بتصير عند الكبار. بيكون نحيف، بيجي سكره بسرعه، ما بينزل الحبوب الفمويه، دغري بدنا ننتقل وقتها هون للانسولين. بالمضخات في انواع معينه مثلا توصوا فيها اكثر من غيرها؟ في لا في هي هلا المضخه الوحيده اللي فرجيتها هي الوحيده المستورده على سوريا. انا ما عم اعمل دعايه الحقيقه لشركه معينه، وما ذكرت هذا الافضل يعني الشركه موجوده، اي بس هو مستورد استيراد نظامي لعنا. نحن كاطباء غدد عملنا تريننج عليها من الاسبوع الماضي لحتى بس انه نشرح لمرضانا كيف الطريقه يلي هن بياخذوا فيها. تمام. طيب دكتور، اليوم الطفل اللي عم يعاني من حاله سكري وهو طفل، نعم، شو النمط الخاطئ اللي الاهل بيكونوا عم يتصرفوا فيه قدام هذا الطفل وبتفاقم حالته الصحيه؟ هلا اهم شيء ورد، يعني دائما بيقولوا لنا الاهل انه بدنا نحن نجيب عصير، بدنا نجيب كولا، بدنا نجيب، ليش بدنا نحرمه واخواته عم ياخذوا؟ النظام الصحي المتوازن هو النظام المنيح لكل افراد الاسره، مو بس اللي معه سكري. تماما. يعني حتى لو ما معك سكري وانت ما شربت عصير، اخذت فاكهه كامله، افضل بكثير ما تشرب حتى عصير الفواكه الطازج، بيرفع السكر بسرعه. بقى كثير مهم نحن يكون لكل البيت نعودهم انه ناكل نحن وجبات متعدده غنيه جدا بالخضار، نبعد عن المقالي، عن الفاست فود، عن الشغلات الدسمه، هي كلها
والمواد الحافظة هي كلها ما منيحة حتى للإنسان. أو النقرشات هدول الأولاد الصغار اللي بيحبون يعني تماماً. مثلاً بينزل على المدرسة بيشوف شوكولا فيها سكر عالي بيشوف يعني مشروبات داكت شوكولات مثلاً الشوكولا السودا الداكنة ما فيها سكر ما فيها سكر هي حتى منيحة للقلب حتى منيحة للكبار. يعني نحن إذا بننصح والأكل هو كيف متعود نحن الأكل عادي إذا تعودنا نأكل الأكل مالح بدنا يعني في ناس بيرشوا ملح على الأكل بدون ما يدقوه يعني هي الشغلة عادي كتير ما حلوة. تمام دكتور. في كتير عائلات بيقول لك نحن السكري منتشر عنا بالعائلة من الطرفين مثلا، وأنا طفلي لما عم بعمل له تحاليل معينة مثلا عم حس في شيء يمكن يكون هو عرضة أنه يصاب بالسكري. هدول الأطفال اللي ممكن يكونوا معرضين أكثر من غيرهم بتحاليلهم في مؤشرات ممكن تقول قد ينصاب بسكري الأطفال، في إجراءات معينة الأهل بيقدروا يتبعوها من البداية كوقاية لحتى ما يوصلوا لمرحلة الطفل ينصاب؟ نحن آية نمط الحياة كتير مهم، العامل الوراثي بيلعب دور طبعا. وخاصة إذا كان في زواج أقارب يعني إذا الأم مع سكري والأب معه سكري هون صار في عنا احتمال أكبر عن طفلنا يصير في عنده. هلا إذا الأم والأب أولاد عم أولاد خال أولاد عمي صار الاحتمال مو بس أم وأب، هون صار في كمان صح. إنه في يعني الاحتمال صار أكبر. هي الشغلة المهمة نحن بدنا ننصح كل مين عم يشوفنا إنه زواج الأقارب كل الأمراض تكتر أكثر. الشغلة الثانية مثل ما عم بقول إنه نحن إذا كان طعامنا غني جدا بالسعرات الحرارية يعني زيادة الوزن كتير شغلة مهمة، حتى عند الحامل بدنا نحاول إنه الحامل ما يكون نظامه الغذائي غني جدا بالسعرات الحرارية حتى ما يزيد وزنه أكثر من كيلوغرام بالشهر. هي كلها بتلعب دور. إذا كان وزن الوليد كبير هي شغلة ما أنا منيحة. وبعدين إذا وزنه عم يزيد بشكل متسارع كمان شغلة ما أنا منيحة للطفل بتعرضه لزيادة الوزن المستقبلي. يعني كل شيء بيقول إنه هلا ابني أنا سمين بكرة وقت يكبر بيروح طول بيشد طول ما بيشد طول بالعكس نحن عم نشوف إنه في بلوغ باكر عند الأطفال اللي عندهم زيادة وزن، ودائما منحبز ومنقول إنه قد ما بنقدر نظامنا الغذائي يكون متوازن وغني جدا من الخضار ونعمل رياضة. يعني هي شغلة كلها كتير كتير مهمة. تمام دكتور، لو بدنا نعطي نصائح بالختام للأسرة اللي عندها طفل مصاب بالسكري، شو المسموح وشو الممنوع؟ نص نص، وشو الممنوع منعا باتا؟ قد ما بنقدر انه نحن نظام الاسره كلها يكون متوازن، نركز على الخضار الطازجه الموسميه، على الفواكه الطازجه الموسميه، مو على العصير، نبعد عن المقالي، عن المعجنات، ونعمل هيك لو ساعه رياضه كلنا بالبيت، نحط موسيقى ونعمل، هي شغله كثير مهمه. بعدين نحن دائما يعني ما نخاف انه اذا صار اي شيء حسينا ابننا عم يعطش زياده، عم بول زياده، عم ينزل وزنه بسرعه، نراجع طبيبنا حتى طبيب العائله باقصى سرعه حتى نحن نحلله ونشوف هل هو فعلا معرض ولا لا. دكتور هون في سؤال، الاهالي بيستعيضوا عن السكر العادي بسكر بديل سكرين او اسبرتام او هالقصص كلها، قديش هذا صح بالنسبه للطفل؟ له اثار سلبيه؟ سؤال كثير مهم ورد. نحن يفضل ما ناخذ اكثر من 4 حبات بال 24 ساعة بس. اربع حبات تماما. نحن يعني تجارب بتقول عند الفئران وقت اعطيناه بكميه كبيره كان الاسبرتام او السكر البديل السكرين مانو كثير منيح. بقى نحن حتى يعني طالما ذكرت انت هالشيء، البدائل مثلا الحلويات يلي مباعة بالاسواق انه هذا عسل مثلا، العسل ما منيح لكل اللي معه سكري على فكره لانه 70% منه سكر، العسل الاصلي حتى لو مكتوب عليه انه هذا لمرضى السكري ما له منيح. الحلاوه اللي معموله لمرضى السكري، الحلويات كل ما معموله لمرضى، اول شيء غاليه الثمن، وثاني شيء مضاف الى فيها دسم كثير. هو المشكله دكتور صار كل شيء بيقول لك في دائما خيارات لمرضى السكري يعني بكل شيء. ف صدقوني انه الحلويات المعموله لمرضى السكري غنيه جدا بالدسم وغنيه جدا بال مو بالسكر، بالاسبرتام وبالسكرين وبالتالي مؤذيه. فنحن نفضل لا ياخذ قطعه صغيره من حلو لسه اذا كثير يعني هو ما افضل ما ياخذ الحلويات اللي معموله لمرضى السكري. تمام يعني الصحه والسلامه يا رب للجميع. شكرا كثير لك دكتور ولهالمعلومات اللي زودتنا فيها، اهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور، بنتمنى يا رب كل اطفالنا يعيشوا بحياه هيك صحيه ينعموا فيها بالامن والامان والراحه الدائمه. اهلا وسهلا. شكرا ورد، شكرا ايه، شكرا لكل مشاهدينا. اهلا وسهلا فيك دكتور.
كتير مننا بيظلم هالوقت من السنة وبيتناسى جماله ويمكن أجواء الكنكنة والدفء يلي بتحيط فيه وبيعتبروه فترة كئيبة وبيكتر فيها اللون الأصفر على الأشجار وتساقط الأوراق وهالأمور كلها وبيكتئبوا. هالشهر بيمتلك صفات بتخليه مميز بالنسبة لكتار من الناس على النقيض طبعاً، يعني شوي على الصعيد النفسي ويمكن على العاطفي. تماماً، ودي يمكن مشان هيك بيقولوا عن هذا الشهر يعني تشرين الثانية أو نوفمبر قوي إنه هو شهر الوقوع بالحب. هالمقولة مستندة على أسطورة صينية قديمة لكنها مدعمة ببعض البراهين. شهر الوقوع بالحب نوفمبر يا حبيبي؟ بعتقد أوكي. طالعين من صيف داخلين على شتاء، قدموا الساعة أو رجعوا الساعة. هو الليل. شو بيقول لك؟ كانت مشاعرنا بعد الساعة 12 تتغير. صار بعد الستة. صار الليل طويل، العتمة طويلة، القعدة بالبيت، فبدنا حدا هيك نحسه انه عم يشاركنا عواطفنا، نفتح واتساب نلاقيه بعتلنا مثلا. فبعتقد نفسيا هذا التفسير، ما بعرف شو رأيك؟ يعني يمكن، يعني على كل حال خلونا نعرف مع بعض السبب الحقيقي لهالمقولة. مع استقبال شهر نوفمبر بكل سنة، تتصدر عبارة نوفمبر شهر الوقوع في الحب السوشيال ميديا، وبيشير البعض إلى أن السر وراء هالعبارة أسطورة صينية قديمة بتقول أنه بهذا الشهر تزداد فرص الوقوع بالحب. وعلى الرغم من أنه لهلأ ما تم العثور على أي أثر لهالأسطورة الصينية، إلا أنه لساتنا مصدقين أنه نوفمبر أو الخريف بشكل عام هو الوقت المثالي للوقوع بالحب، بس يا ترى شو السبب؟ الخريف فصل مثالي جداً للأنشطة يلي بتاخد طابع رومانسي، فهو مناسب مثلاً للتمشاية بالهواء الطلق أو نطلع مشوار مع شخص مميز. وعلى الرغم من أنه العلماء بيقولوا الصيف هو الوقت الأفضل بيولوجياً لمقابلة شخص جديد لأننا نتواجد حول المزيد من الناس بهالوقت، إلا أنه العلم بيأكد فكرة الوقوع بالحب بفصل الخريف لأنه من المرجح أنه تؤدي لعلاقة طويلة الأمد. وكمان قربت نهاية السنة وأغلبنا منبلش بإعداد خططنا للسنة الجديدة، وأولها أنه تكون سنة سعيدة ومتكاملة، لهيك ممكن نفكر بالارتباط بشكل جدي، بالإضافة إلى أن مواسم الاحتفالات بتخلينا نشعر بالرغبة بوجود شريك حياة إلنا يشاركنا هالأوقات الممتعة والمميزة، وهالشي بخلينا نعيد النظر بالأشخاص يلي حوالينا ونشوفهم من وجهة نظر أخرى. حظوظنا وأبراجنا وشو مخبلنا الفلك مع بداية هالأسبوع ومع مدام نجلة أباني. صباح الخير. صباحك خير. صباح الخير يا آية. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة، مرتاحين، مبسوطين. يوم 6 تشرين الثاني، يعني 6/11، تمنياتي أكيد للجميع بكتير من الخير. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد يتقدم في برج العقرب وكوكب السفر والأوراق إلى جانب المريخ للطاقة والحماس، 2 في برج العقرب طبعا إلى جانب الشمس. هذا عم بيخلي مواليد برج الثور، مواليد برج الأسد، مواليد برج الدلو لازم ينتبهوا شوي على المستوى الصحي، إضافة إلى وجود الزهرة في برج الجدي. الزهرة كوكب الحب، العواطف، العلاقات، العائلة، الناس اللي منحبهم يعني، يتقدم في برج الجدي. شوية تحذيرات للحمل وللدلو، هدول 2 بالذات مالياً عاطفياً، إضافة إلى برج الميزان وبرج السرطان. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي ما بعرف إذا عم يهتم بقضية ربما تخص الأبناء، بس أكيد قصة على الصعيد الشخصي. اليوم في تغيير إلى الأفضل، اليوم الأمور جيدة، أنت تنهي التزاماتك بدون ما تشكو، بدون ما تحتج. اليوم أنت لطيف مولود برج الحمل، لبق، حواليك إشراقة، حواليك ابتسامة،
يعني قادر تصل للي بدك اياه وعم تترك انطباع جيد عند الناس اللي بتحبهم. مولود اليوم برج الثور كمان افضل كثير من اليومين ثلاثه الماضي، وعم بتسد بعض الثغرات، عم تستعين بماضيك باصدقائك بتجاربك لتحصل على اللي بدك اياه. عندك 4-5 ايام يعتبروا الافضل، ما بعرف يمكن تكون بالايام الجاي لورقه لنقاش لاجتماع، بس غالبا في تقدير وفي تعاطف لمولود برج الثور. يوم للتأجيل بامتياز أو للنزاع المحتمل مع الآخرين لمولود برج الجوزاء. أنا بقول اليوم عم تحتج على سوء معاملة أو عندك نوع من أنواع التشويش أو القلق، أو في هيك خطط دفاعية حاطة ما عم تزبط مثل ما أنت بدك، أو نوع من أنواع الشجارات لأسباب تافهة وصغيرة. اليوم أنت عم تضخم الأشياء الصغيرة مولود برج الجوزاء وعم تفترض الأسوأ بالآخرين. مولود برج السرطان اليوم الأمور العلاقة بشغل كتير. اليوم سبت بسوريا عطلة، أبداً معطلة عند مولود برج السرطان، رايح من الصبح على شغله أو فايقة من الصبح ببيتها بشغلها. يعني هاي الأيام أيام فيها 100,000 قصة شغلتك لمولود برج السرطان، وفي حتى أمر صحي ممكن يكون قلقك شوي، يعني هذا الصحي العابر، صحي سيء ما عاد فيه، كان بالشهر شهر ونص الماضيين، هلا أنا برأيي الأمور رايحة باتجاه التحسن، لكن مع ذلك اليوم المسؤوليات كثيرة، لو تقدر تنام لك نوم الظهر بيكون كثير منيح. مولود برج الأسد، لا اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك وإيجابية، أنت تحسن التأثير على من حولك، اليوم عم تفهم وجهات نظر الآخرين، دبلوماسي لبق، تخوض نقاشات قد تخرج منها بنتائج، كأنك مليان مشاريع وهاليومين ثلاثة قادر تقنع الآخرين بوجهة نظرك، في دعم عموما أو في صراحة أو في دبلوماسية. صحتين يا مدام. صحة صحة نجدة. صباح الخير لعزيزنا مولود برج العذراء اللي غالبا اليوم قلقان، فما بعرف إذا قلقان عائليا شخصيا على قصة مو مثل ما بده هو. إذا بتكون العذراء لا يقلق إلا على القصص اللي مو مثل ما بده بقى، يا عم يعملوها الآخرين يا في شيء أحيانا نحن حتى بننجبر نعمله وما بنكون كتير راضين. اليوم أنت حساس زيادة عن اللازم، كلمة ممكن ما أنا محسوبة تضايقك، ممكن محتاج تكون هادئ، وهاليومين فيه نوع من أنواع الكركبة، مع أنه أنا برأيي العذراء كل الكواكب تؤيد مواقفه، يعني هاي الأيام حظوظك مساعدة، بس موقع القمر هاليومين فيه نوع من أنواع التعب. مولود برج الميزان اليوم حركة نشاط، علاقات عامة مثل اللي عم يستعيد علاقات، نازل عسوق، عم بيشوف ناس صاروا زمان ما شفتهم، عم تعمل زيارات مقابلات، انت عاش بحياتك مع أقرباء مع عواطف، قصة عاطفية، شريك عاطفي مع زملاء، كل واحد حسب وضعه، بس فعليا يوم فيه طاقة إيجابية مولود برج الميزان. وكمان في طاقة إيجابية الحقيقة العزيز لمولود برج العقرب، بس بطريقة مختلفة، انه طاقة يجيب مصاري اليوم أو يصرف أو يرتب أمور مالية. والحياة قلل إسرافك قدر المستطاع لأنك عم تتعرض لمصاريف إضافية، مع أنه الأمور أنا بشوفها رايحة باتجاه الأفضل مالياً. طبعاً هي عموماً ليس العام يعتبر الأفضل على الصعيد المالي بالمجمل. القوس، لأ الأمور إيجابية مع أنه يوم للمتطلبات العائلية بامتياز، يوم ممكن يكون في يوم هيك قصص إيجابية، العلاقة بسفر، مصالحات، بخطبة، مو بالضرورة لك حتى لمن حولك، يعني علاقاتك الشخصية اليوم تعتبر الأفضل مولود برج القوس. تعارف ربما نوع من أنواع الإيجابيات، العلاقة بتغيير أو طاقة أو إنهاء بعض المشاكل. عموما اليوم أنا بشوفه للتغيير بامتياز للقوس، عم إذا ست مثلا عم تمد سجاد، عم تركب صوبيا، عم تعمل شيء له علاقة بتغييرات بمحيطها الأسري، وهكذا وهكذا. يعني مولود برج الجدي مكسل، متضايق، مو كتير مرتاح، لازم يستثمر صداقاته ويتأكد من صحة ما يسمع. اليوم فاقد للطاقة، ما كتير مرتاح، في شيء حواليه مكركبه أو مضايقه أو شوي زعجه، وانت كمان عم بتضخم المشاكل،
غالبا أنت حزين. عزيزنا مولود برج الدلو يوم اجتماعي بامتياز، دورة جديدة لتباشر علاقات جديدة، لتلتقى بأصدقاء جدد، لتتناغم مع أصدقاء ربما حواليك ناس داعمين لك معنوي مادي، توطد علاقاتك دعوة أو اتصال. برج الحوت أنت أكثرنا تعباً الحقيقة، اليوم أكثر حدا مضغوط، كأنك مفتقد للطاقة، كأنك عصبي، كأنك لازم تكون شوي هيك أهدأ، متحفز أكثر، يعني اليوم ممكن يكون عصبية مفاجئة تضايقك. ثانية مدام، بدنا نذكر المشاهدين بالرقم 1845، هذا الرقم لتبعتوا عليه اس ام اس فيه يوم وشهر وسنة واسم لحتى مدام نزلة تقدر تجاوبكم. برجع بقول على طول بتبعتوا انتو بس يوم وشهر، صح. مثلا 22 شباط، احذر لحالك، احذر لحالك احذري يا مدام نجلة اي سنه. هلا احيانا مدام نجلة بتحذر بس انه مو كل وقت. يسعد اوقاتكم، ضلوا بخير. مولود حساس، طيب، مولود 26 ثاني بيتوتي، دائما بفكر بالراحه والامان، بالحب والحنان، شخص غير اتكالي على كل الاحوال، بالعكس يمتلك اراده حديديه تساعده على تحمل الصعاب، كتوم غامض جدي لا يتحدث بهدف إثبات الوجود، صبور قادر على الانتظار، الأمنية لن تبقى مجرد أمنية، يزعج تلقي الأوامر ويسعد إعطاء الأوامر للآخرين، يحب أن يكون رئيس أكثر منه مرؤوس، قوي وناجح وليس قاسياً، على الرغم من القلب تلوش اللي دائماً، يعني ما بتلاقوا العقرب كتير حدا مبتسم، دائماً هيك جدي، بس هو جاهز دائماً وأبداً لمساعدة الآخرين. سنة للطالب بحقك، لتناقش بتغييرات، زيادة بالراتب، إثبات للكفاءة، دعوة مناسبة أو قصة ممكن تكون مهمة حتى عاطفياً، مع أنه أنا ما بظن السنة للتغييرات العائلية أو ما بظنها للتغييرات الأساسية، بظن السنة القادمة ومن بداياتها رح تكون للتغييرات الأساسية. هدى عم تسألني مع زوجة بلال، والله العلاقة جيدة جدا يا هدى، بس مشكلتك زوجك عصبي جدا، مودي مزاجي جدا، ما بتعرفي امتى بيحبك امتى بيكرهك، امتى كريم امتى بيطلع بخلو، امتى حنين امتى فاقد للحنية وقاسي. انت لا اكثر ثباتا بالعلاقة، بس انتبهي على قصة كتير مهمة، انت حدا غيور جدا، والصراحة الصراحة الصراحة هدى انت نكدة أو أقرب للنكد، مشان ما تزعلي مني، هو طبعاً أخصائي الضحك والمرح العالميين، ما عنده مشكلة أبداً، بتحسي أكبر المشاكل هو بينساها وبيروح على السهرة مع رفقاته، ما عنده مشاكل، فانتبهي على القصة لأنه دائماً في صدامات. هلأ بالأساس علاقتكم جيدة، يعني ما في شيء سيء، بس بالتفاصيل الصغيرة دائماً تختلفوا، فهو دائماً هربان من وشك، فلا تخليه يهرب من وشك يا روحي انتي. لا هي سرطان. هو قوس. هي هدول البرجين دائما يغرمان ولكن لا يتفقان. مايا عم تسألني مع ابراهيم، والله هيك علاقة جيدة جدا يا مايا، احدى العلاقات الافضل اذا على بالك، والله يقدم لك فيه الخير لانه غالبا في تغيير كحظوظ، قصدي مساعدة. زينة سنة جيدة جدا جدا هذا الشهر، يعني حتى 12 هو الصراحة الأفضل، بس أنا بقول هذا الشهر فيه تغيير مالي عاطفي، الله يقدم لك فيه الخير، يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير وتضلي بخير دائما مدام. أبسطي. شكرا كثير لك يا مدام. كل اللي عم يبعثوا لنا أنه بدنا نعرف حظوظنا من مدام نجلة، رقوا علينا الأيام جاية، هيك عم نعطي وقت للإس إم إسات، وإن شاء الله يا رب منلبيكم بالأيام القادمة. ما ضل غير نشوف طبقنا بشكله النهائي مع شفت هاما.
يسعد صباحكم. وهلأ هاد صار الشكل النهائي لأكلاتنا الطيبة اللذيذة الشتوية البحتة. يعني شوفوا منظر الفخارات لحاله بيعطي هيك دفء. يعني بقى تخيلوا تكونوا عاملين نفس اللي بالمطعم وعاملينهم بالبيت، وإذا كانت ست البيت مجهزتهم لجوزها شوفوا هالمنظر. هلأ هون صارت عندي الشوربة الألذ بالعالم، صارت جاهزة، أنا غطيتها مشان تضل سخنة، مشان طعمية لورد وآية سخنة. حنضيف عليها بس شوية فلفل أسود بهذا الشكل، وهون ممكن تضيفوا شوي من الكريمة الفريش بهي الطريقة نقطة. وهيك صارت عندي شوربة الفطر، كريمة الفطر جاهزة. وهون كمان مثل ما شفتوا صار عندي الشيش طاووق يلي بالفخارة كمان جاهز، وحابة ورجيكم اياه مشان تقوموا هلا تتشجعوا وتعملوا نفس الوصفة. شوفوا كيف صارت، يا سلام. هي الجبنة اللي على الوش المحروقة من فوق شوي، أنا بحبها هيك شوي. شوف هذا الصحن لإلي صراحة ورد، يعني لا تسمعوا. هلا بيصدقوا المشاهدين إنه نحن أنا وآية بناكل كل هالأكلات، والله مو بس نحن. لا مو بس آية، لا حرام آية ما كثير. مو بس نحن بنقعد بناكلهم هدول، نتصور جنبهم ومنرجعهم يعني تماماً. بس يمكن أنا أقل حدا بياكل، أنا بطبخ هو دائماً اللي بيطبخ ما بياكل. إجمالاً الشيف اللي بيطبخ بإيده بيكون شبع من الريحة وشبع من طريقة. أنا بنبسط عن جد ورد، أنا بنبسط لما بخلص الأكلة تاخذي الفيدباك، يعني أنا وقت أنتم بتستلذوا فيها بتقولوا لي سلم إيديك يا شيف، يعني هي عندي إياها أكثر ما إني آكل خروف محشي صراحة. يسلم إيديك يا شيف تهامة ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا آية. يعني لهون مشاهدينا بنكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا، وان شاء الله هيك بدايه نهار وبدايه اسبوع بتكون حلوه عليكم. موفق للجميع هالبدايه يا رب، ومليان يكون بالانجازات يلي بتفرح قلوبكم. بنشوفكم بكره على نفس الموعد. تبقوا بألف خير، باي باي.